شغله اسمع الشغله الجديده قول. لما كنا في المدارس نحن وصغار أيوة. كان في اثنين هبل في الصف او مجانين فيعين آكل. ولما كبرنا شوي ورحنا على الثانوي نفس الشيء تلاقي لك اثنين ثلاثه، لما رحنا على الجامعه تلاقي لك 10 هذول مجانين مصيفين على الاخر والمعنى. وفي الحديد ايوه ونفس الشيء كله آه. عالم واحد بتلاقي لك مجنونه واثنين بس مش كل المجانين واحد يا معلم. طيب هذا كله ايش؟ حاجات نار عشان التمرين يبقى نار. احنا بنمسك هذه هيك أيوة. يعني هذه خلطة جديدة أبو سامة؟ هذه مش خلطة جديدة، هذه ما حدش عملها قبل هيك. يعمل هيك أعطيك تمام؟ هذه أول واحدة نقولها مع السلامة. لقيت في عندنا هذه تمام يا معلم؟ تمام؟ ما هذا هيك هاي كمان هذه شيلنا منها تمام يا معلم؟ هذه صحيح؟ شوف هذه محلاها، شوف 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 هذا خلق؟ إيش هذه؟ شوف هذه؟ هذه فيتامين سي بس إيش؟ ما شايف يا دوب هذا اكثر من 2000 الجرعه تمام يا معلم. كيف اخذته انت؟ انا اخذت لي واحده حرام. هذه ناخذ لها واحده كمان، هاي كمان واحده اخذها منها واحده. ايوه قلبك تمرين معناته على الشفا اليوم. ها هاي هي ها ايوه واحده. وهي يا معلم هذا ايش ايش هذا؟ المود 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 قلت لي المود المزاج. عشان المود المزاج قلت يا معلم المزاج ده احنا بنبلع بالقهوه بيمشي؟ بيمشي. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا هذا السر عاد سجل عندك يا معلم. ايش هذا يا معلم؟ 23 لا هذه لا حاجه كويسه. وهي واحده هان وهي واحده هان دواء. اللهم صل على سيدنا محمد. يا سلام. بعد هذا كله شو بنعمل؟ بنعمل هيك خليط الخليط الخلطه. ايه ولا حد فاهم حاجه فيك صح؟ شفت ابو خالد؟ شفت يا مرعب. اقل فوق فوق برو فتنس جيم. ركز برو فتنس جيم واحد بس. هذا الشغل كله يا